أهلا بكم. لا أظن أنه أصبح خافي على أي حد في هذا المجتمع البشري المهول الذي تجاوز 7 مليار نسمة أنه ما يحدث في فلسطين هو المأساة الكاملة، مأساة مكتملة من أول كان يا مكان والحد توتة توتة. الدموع تحولت إلى دماء حقيقية. الطبيب يسأل وين أخوك وأمك؟ الطبيبة زي يعني وهي تجري تحت رصاص قناصة قصف كي تسعف أو تنقذ جريحا، مسعف يحاول إنه ينقذ هند. أصبحت المشاهد كتيرة جدا لا تستطيع عدها ولا إحصائها. أكاد أجزم إن لو إحنا عاوزين نعد مثل هذه المشاهد لن نستطيع. زي ما كنت بقول لكم على هذا الطبيب وهو في خضم عمله على رأس عمله يتفاجأ برؤية طفله بين المصابين. إيه ده؟ الرجل يقوم بعمله وبعدين يلاقي طفله. أي إحساس وأي ألم وأي لوعة. خلونا نشوف. بابا وين بابا بتعرفه؟ بابا حبيبي بابا حبيبي بابا وين بابا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وين أمك يا بابا؟ وين ماما؟ دار كلها وين معتز؟ ليس هذا كل ما التقطته الهواتف النقالة، المحمول، الموبايل، الجوال، لكن ده اللي وصل للإعلام، ده اللي وصل لشبكات التواصل الاجتماعي. فما تلتقط الهواتف قد يكون عشرات الآلاف كل يوم من مثل هذه المشاهد. تخيل أنت كأب واقف وفجأة تلاقي ابنك من بين المصابين وبيجري عليك وهو مصاب مضمد الجرح. فين أمك؟ هنا. فين معتز؟ فوق. الكل أصيب والله أعلم من منهم ارتقى شهيدا. الله أعلم في اللحظة اللي أنا بكلمك فيها. الله أعلم والله يحفظ الجميع. طيب، وتلك كانت مشاعر الأب. ماذا عن مشاعر هذا الطفل؟ هذا الطفل اللي فجأة لقى نفسه تحت القصف وتحت الرصاص، طفل صغير زي ما انتوا شايفين قد كده، ولد واضح انه لم يتعدى 5 6 سنوات، فجأة يلاقي نفسه في قلب وأتون الحرب. فجأة يلاقي نفسه بيصاب ويلاقي أمه بتصاب وأخوه معتز بيصاب وينقلوا على المستشفى ولا يجد من مغيث. الأب دائما هو الحامي، فيبقى ماشي في المستشفى تايه، أمه بتتعالج وأخوه بيتعالج ومش لاقي أبوه، ويجد أبوه صدفة أو أبوه يجده بصدفة. مشهد. الدكتورة أميرة العسولي، واحدة من طبيباتنا الفلسطينيات البطلات، سيدة وطبيبة وبطلة فلسطينية، وتحت رصاص قناصة الاحتلال الصهيوني الغاشم الوحشي القاتل المجرم لم تتوقف وتجري لتنقذ جريحا من شوارع غزة. خلينا نشوف. اهدى علي بس ما ترجعوا. محمد يا رب الله يحفظك يا رب الله يحفظك. عنده. الكل يجري تحت الرصاص. ده مش عدوان، دي مش حرب. فحتى الحرب لها قواعد، حتى الحرب نظمتها بعض القوانين التي وضعها البشر، لكن دي حرب بلا قوانين بلا قواعد بلا أي التزام.
بلا أي إنسانية. تقول لي يوسف الحرب أي قتل، هقول لك وحتى ده ليه قواعد يا ناس، ده حتى أنواع الرصاص ليها قواعد، في رصاص محظور استخدامه، في قذائف محظور استخدامها، في قنابل محظور استخدامها، ممنوع استخدامها، يعد جريمة. هذا الكيان استخدم كل الأسلحة الممنوعة والمحظورة طبقا لكافة الاتفاقيات الدولية، طبقا لكل القوانين المنظمة للحروب. ده مش بس كده، هذا العدوان لا يفرق بين مدني وعسكري، لا يفرق بين طفل وكبير، لا يفرق بين